أجدادنا بذلوا تحملوا، حتى بعضهم ما كان يقتصر على حياته، كان يعمل وكان يتعب طول عمره يجمع دينار دينار ريال ريال، بعد وفاته يشتري قطعة أرض يقول هذه قطعة الأرض وقف لأهل البيت، قطعة أرض وقف لأهل البيت، لإطعام المجالس الحسينية، لطبع الكتب الدينية، لما أشبه ذلك. يعني ما كانوا يقتصرون على حياته لحتى بعد وفاته، هم أدوا ما عليهم بالمقدار اللي كانوا يتمكنون أو يرون. هذه الآن مسؤوليتنا أن نوصل صوت النبي وقيم النبي صلى الله عليه وآله إلى الدنيا.